مشاهدينا الكرام، السلام عليكم. أعلنت البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية أمين ماء العينين قبل قليل عن إصابته بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، وكتبت ماء العينين على حسابها بموقع فيسبوك: الحمد لله على كل حال، تأكدت إصابتي بفيروس كورونا، أنا بخير والحمد لله. وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة أعلنت مساء أمس الاثنين عن تسجيل 903 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى 53252 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي. ووفق الوزارة، فقد تسبب الفيروس في قتل 920 مواطنا حتى الآن، في المقابل تعافى 1135 شخص من المرض، ليصير بذلك العدد الإجمالي للذين انتصروا على كورونا إلى 37478 حالة.